سمع الله لمن حمده. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أننا وجمعت فرقتنا. ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد والشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. والساعة آتية لا ريب فيها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. سبحان من خضعت لعظمته الرقاب. سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا الله
لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان وقيامه ومن تلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، ظاهر البرهان محكم البيان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم، وزدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاص يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان، ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزج في قفاه إلى النار. يا واحد يا قهار، اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لما تحب وترضى. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة،
ومن النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الذل إلى العز. يا ذا الجلال والإكرام، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين. ولتوابه حائزين، ولك في جموع شهورنا ذاكرين، ولك في جميع أمورنا راجين. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين. اللهم ادخلنا بها الجنات، وآتنا بها الدرجات، وكفر عنا بها السيئات، واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين. اللهم قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلهنا، إن تركتنا فمن ذا الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن ذا الذي يقربنا. إلهنا، ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة. يا رب الأرباب، يا ملك الملوك، اللهم هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذا البكاء وهذه الصلاة وهذا ختم القرآن، اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام وقرأ القرآن فارتفع به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين، وفي الآخرة من الخاسرين. إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك ولذنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت ناصرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهنا، لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما ينسانا من رحمتك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا من النار. اللهم اكتبنا في عليين،
وآتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين. اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارحمنا، ارحم والدينا، ارحم موتانا، ارحم جميع موتى المسلمين والمسلمات. اللهم اشفنا، اشف والدينا، اشف مرضانا، اشف جميع مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إخواننا الذين يحرسوننا. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم اصلح ذرياتهم. إخواننا القائمين على هذا المسجد، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم بارك لهم في أرزاقهم، اللهم اصلح ذرياتهم، اللهم اصلح ذرياتنا، اللهم اصلح أزواجنا، اللهم اصلح نساءنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلحنا واصلح شباب المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح نساء المسلمين، اللهم احفظنا بحفظ كتابك الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واغفر اللهم خطايانا. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.